مختلفاً كان صباح عرسال هذا اليوم، فبعد 3 أسابيع صعبة عاشتها البلدة عادت الحياة إلى طبيعتها بعد الإفراج عن المخطوف حسين كامل جعفر ومخطوفين آخرين من آل جعفر و6 شبان من عرسال. الإفراج هذا جاء بعد دفع فدية مالية بلغت 139,000 دولار تم جمعها من بعض التجار والميسورين في عرسال ومحيطها لخاطفي حسين جعفر. في منزل حسين محمد رايد المفرج عنه زوار ومهنئون بعودته. غير اطلق صراحة تقريبا مش الساعة 2 كنت معاملة عند اخوينا بالجعفر كثير منيح، ونتمنى ان هالشغلة ما عاد يعيد، انه كل عم تروح برقبة الايدة من على الطريق وشوفيرة المكبيت، اكثر شيء عم تعرض لخطف شوفيرة المكبيت على الطرقون. نتمنى من اخوينا هلا اللي عملوا هالشغلة ما عاد يعملوها. ايه مبسوطة كثير، لكن ماني مبسوطة بشكل تلفزيون المستقبل هل يعني قام بساعدنا كثير بهالقضية، تابع القضية من أولها لآخر. فدية مجموعة من التجار المزوط والتهريب تبع التهريب لموا الفدية هن في زيتهم، يعني برموا لموا الفدية من بعضهم، ونحاول إنه رجعوا روحوا دفعوها للخطفين الشخص بسوريا. وأطلب من القوى الأمنية ومن المسؤولين كافة من قمة رأس السلطة حتى أصغر مسؤول أن يتحملوا مسؤوليتهم ويساعدونا على وأد هذه الفتنة التي تراد لنا ولمنطقتنا ولوطننا. واحد كان ابنه غايب عنه، كان قلبه شعلان بنار نار وانطفئ. ومن منزل نمر الفليتي وحسين أحمد رايد فرح عاد إلى دارهما. هلا الجماعة هناك طعمونا وشربونا وكل شيء، هذا ما حدا أذانا، بس في عتب كبير على الدولة وعائل جعفر. على الدولة لأنه ما هبسط سلطتها على الأرض، وعبد جعفر لأنه بد جعفر عشيرة والعشائر ما هو هيك بتتعامل. العشائر نحن اللي منعرفه أنه بيلحقوا غريمهم، ما بيلحقوا الناس الأبرياء على الطريق. الحياة الشيء اللي استعدتها عرسال من أول، يعني فيها حياة ماشية وشغولة، بس هذا اللي صار بعرسال، يعني ما كان لا على البير ولا على الخوضيط، وما لها عليها في عرسال لا من قريب ولا من بعيد. في زارون من هان ومغير هان، يعني كيف عملوا هالعمل، يعني هالعرسال ما هن عليها فيه. ان شاء الله ما بتنعاد لا بعنا بالمنطقه بالبقاع ولا بلبنان كله، وبطلب يعني هيك تتمنى من كل ام انها ما بتعذب من اللي نحن ذقناه. العراسله وآل جعفر اكدوا في اجتماعات واتصالات على وأد الفتنه وعلى عدم تكرار مسلسل الخطف. طوي الملف بينما بقيت المخاوف قائمه من مسلسل جديد من الخطف والخطف المضاد في ظل الظروف الراهنه التي تعيشها البلاد.